تمشي بعد نعم حط حط قدام ماشي هاك الله كرمك اسف الله هذه مسكينة هذا ساعتين ديال ما تسمى في هذه الطريقة هذه ما يكون هذا هو اللي بيصاوب بيصرا هو هذا العود وحنا في رمضان ورمضان الصيام والغفران والمحبة واتصال واتصال رحم اتصالات رحيم إلى آخره ورحنا نرفد دابا في رمضان كنفتحوا المحل باش كنفتحوا المطاعم باش كنعملوا كيجيو السياح لعندنا طنجة وهذه الساحة هذه سميتها سوق خارجي هذه كانت قديم طنجة دولية سوق خارجي من بعد لما كيجيو عندنا السياح كنعشقوهم راه مسمين فهم عندهم صيام والسياح عند الأجانب كيجيو كيخصهم باش يزغيتوهم بالأكل والشراب ولا عندهم نصاب الأمور معقولة لا من السماك ولا من الدجاج ولا من السكسكوس ولا من الى اخره ولا من حتى كتجيب التمر حتى التمر والحلبوس كتجيب الظروف ليها نعم اسيدي كيقيسوا التقاليد اي كيقيسوا التقاليد رمضان نعم اسيدي كيقيسوا التقاليد رمضان حنا كنحسبوهم كانهم ديالنا ديال طنجه مدينه طنجه الامور قبل كانت دواز الجائحه قبيحه فزات دابا اليوم الامور ديال المسلمين بخير عن المغرب ديالنا ولي الحمد ماشي الامور ديالو بخير وعلى خير انا عندي مطعم ديال الوالدين ديالي هذه سنين في الساحه 9 ابريل كانت توجد في الساحه 9 ابريل 1947 هذه الساحه مسمى ب 1947 كان جاي الى محمد الخامس ب 1947 كان خطاب الخطاب الملكي في 1947 وهذه الساحه علاش حنا مفتوحين في رمضان بان كيجيو السائحين من كل بقاع العالم اسبانيا من فرنسا من بلجيكا من هولندا من المانيا من كل شيء وحنا كنفتحوا بالنار عاد كيدوروا السائحين بعض الاماكن كتكون مغلقه وبعض الاماكن كتكون مفتوحه حنا جينا في واحد الساحه معروفه هذه معروفه سياحيه على معروفه وكنقاتلهم كيجوا اللي كيبغي يشرب شي حاجه كيشرب شي حاجه واللي كيبغي ياكل كياكل عندنا الطواجن ديال الحوت عندنا الدجاج عندنا السكسو عندنا قطيبات والعشيه كتولع عندنا عاوتاني الحريره عندنا التميرات عندنا البيض عندنا الشباكيه للمواطنين ديال المسلمين ديالنا والحمد لله حنا كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى شي تزاد وتكون السياحه متوفره في الساحه 9 ابريل حسب شويه الساحه 9 ابريل صحه شويه السياحه باش تنتعش الجهه ديالنا على الجهه ديالنا فيها شويه النقص ديال السياحه حنا ضروري تكون السياحه عندنا حتى حنايا باش حنا عاوتاني بيدنا ندوروا الامور تكون الامور بخير وعلى خير ونتمنى من الله سبحانه وتعالى الشهر يكون علينا وعلى الامه الاسلاميه وعلى سيدنا وعلى جميع المسلمين. Bonjour, je suis allemande. C'est la troisième fois que je viens au Maroc. C'est un pays très fascinant. Les gens sont gentils, m'orientent. La nourriture est très saine et esthétiquement présentée. J'aime beaucoup Tanger, qui est une ville cosmopolite. La culture que je ne connais pas encore assez, la beauté de la ville, le port, c'est très différent d'une ville à l'autre. À Tétouan et à Chefchaouen, j'ai trouvé que c'est beaucoup plus suivi qu'ici, par exemple, où Asila, ils suivent aussi. Oui. Alors moi, c'est le touriste de La Réunion. Je viens de La Réunion et je trouvais un endroit ici pour manger à Tanger. C'est la première fois qu'on vient sur Maroc. Avec le couscous, on va découvrir le couscous de Maroc. Oui, oui. On est bien accueillis, les gens sont chaleureux. هنايا في مدينة طنجة دولية دخلت مدينة القديمة كنتعاملوا مع السياح دخلت المدينة كنتعاملوا مع السياح مع رمضان كريم مع الأيام العواشر هادية وانت عارف دابا الناس السياح من جميع العالم كيجيو لعنا اللي هنا لطنجة وكنستقبلوهم كيجيو ياكلوا معنا كيجيو نرحبوا بها في الاكل المغربي الشعبي الطواجن
اللحم كيف تبلانشا اللحم بلانشا المهم جميع المأكولات الحريرة التمر والزيت وما يزيد. السلام عليكم عواش المباركة رمضان مبارك سعيد. في هذا الدور وفي هذا الشهر المبارك كنتمنى لكم عواش مبروكة وإحنا كمرشدين كنقدموا مساعدة للناس السواح وكنرحبوا بهم وكل عام وانتم بألف خير. هادو من الولايات المتحدة. تبارك الله عليك. جاوبتي تعرفوا على التقاليد وفرحانين بزاف والحمد لله حتى كتشوف المغرب بلاد كيرحب بالجميع. نهار مبروك. عجباتهم بزاف بزاف بزاف. ودابا راه هما في صدد دابا كيعملوا الزياره ديالهم راه فرحانين. Bueno, dame tres veces.